لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها. كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها. مو كل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمان. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخر للبصرة والعمارة. حط الساعد فوق الساعد صفق صف وما نتباعد، يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد. لا تحط ايدك انت بدي كلمة ونص ما نحكي رواح، انا وياك وانت وياك مثل الوطن احنا بايدينا، والخيب لما تكون جاي كلمة ونص. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من كلمة ونص ونبدأها من الموجز. يس المرات بالرعاية لديهم جي كلاس بس ماكلين حق الناس. بين الحقيقة وضوابط التشريع، هيئة الحماية الاجتماعية تكافح لشمول عدد أكبر من المستحقين وتنظيف الشبكة من المستغلين المتجاوزين اللي بعضهم مسؤولين لديهم سيارات فارهة. أهم هذه الأولويات. قبل أيام اتصل بينا أحد الآباء المعدمين، رجل عاطل عن العمل ومريض لدرجة أقعدته. اتصل وهو خجلان مكسور متعوب ومالوم بنفس الوقت. قال بقناتكم نشرتوا أنه التربية بدأت توزع رواتب لطلبة أبناء العوائل الفقيرة. قلنا له فعلا؟ قال نعم، وعندي 2 أولاد بالمدرسة تم حذف أسمائهم من القائمة. ومن رحت راجعت إدارة المدرسة قالوا له نعم فعلا حذفنا اسماء أولادك لأنك غير مشمول بشبكة الحماية الاجتماعية. يعني فوق ما هو ما مشمول بالحماية، أولاده أيضا تم حرمانهم من راتب الفقير. وإلك الله يا الفقير. من يجي وزير العمل بنفسه ويقول ضبطنا 180 ألف مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية أغنياء. نعم أغنياء وغير مستحقين، بل وفيهم عشرات لديهم سيارات لكزز وجي كلاس. فهاي كارثة، مسؤول وغني وعندك جي كلاس وتبوق برواتب الناس. أويلي لو بيهم ضباط كبار بالخدمة وبيهم مسؤولين بالدولة، هم أو زوجاتهم أو أبنائهم ماكلين حق الفقير المسكين. هذا الرجال أبو الطالبين وغيرهم. الهيئة تقول بعد هيج كلام ماكو، وخلصت القصة أو سوينا منصة ولكل فقير حصة بالمنصة. قدم يمشي حالك وبالسرة، ولو العين بصيرة والإيد ما زالت قصيرة. والهيئة بحاجة إلى دعم مالي من الموازنة أكبر من المتاح. وهنا لازم نسأل ليش؟ وين صندوق الهيئة؟ وين استثماراتها؟ وين مواردها؟ بعدين تعال أقول لك، ترى بعد الباحث الاجتماعي شالع قلوب الناس أو يحجب راتب المعينة وراتب المستحق لأتفه الأسباب. عندهم سجادة، عندهم ثلاجة، عندهم شاشة بلازمة لو نبات يحجب الراتب لأن المستفيد حاط عطر غالي. وهذا الموضوع من تراجع الهيئة تقول لك حقكم، بس احنا ملزمين بضوابط خط الفقر اللي حددتها وزارة التخطيط. وخلي جو وزارة التخطيط ايش قد ما تريد خطوط حتى بلكي تسمع وزارة التخطيط. ومن تسأل التخطيط تقول لك تعديل الضوابط تحتاج إلى تعديل بالبرلمان. ومن تراجع البرلمان تلقى دايخ بكومة قوانين أهمها نعدل المفوضية لو نعدل قانون الانتخابات. دايخ بهواي قوانين بذيل قائمتها تعديل مقاييس الشمول بالرعاية وغيرها. شفتوا سلسلة حلقات يمر بيها الفقير حتى يحصل راتب إعانة؟ إلك الله يا الفقير. انتظرونا بعد الفاصل.
كلمة ونص لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تانيها، مو كل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمال. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في كلمة ونص. موضوعنا اليوم متعلق بموضوع الرعاية الاجتماعية. تحضروا للقنابل اللي راح تكون، حضروا للأخبار اللي راح تكون عبارة عن إرشادات، لأن ضيفي بالحلقة رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد خلف الموسوى. حياك الله. ما أعرف من أبدي، لأن هذا موضوع الرعاية يشغل هواية من قضايا الناس واهتمام الناس، ولأن عندنا فقراء هواية. خليني أسأل بالبداية عن منصة مظلتي، ما فائدتها وما هي فعاليتها؟ نعم، تحية لك وجمهورك الكريم. مثل ما تعرف أنه أنت الآن تتعامل مع شريحة واسعة خاصة بهيئة الحماية الاجتماعية. نعم. وصل عدد المشمولين كأفراد في هيئة الحماية الاجتماعية إلى 7 مليون فرد. هذا الرقم غير مسبوق لا بتاريخ الوزارة ولا تاريخ هيئة الحماية الاجتماعية، وخاصة مع بدء الحكومة الجديدة، فلذلك يحتاج إلى مجموعة من الأنظمة والأتمتة للخروج من النظام الورقي المقيت إلى نظام إلكتروني خاص بتنظيم معاملات المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. فهذا برنامج مظلتي واحد من البرامج العديدة الآن المتواجدة في هيئة الحماية الاجتماعية لغرض معرفة الناس المغزى وأين وصلت معاملاتهم. فلذلك الأوقات النشر هذا الخاص بالرابط مظلتي موجود على الفيسبوك، وكذلك موجود على الموقع الوزارة. مجرد المواطن يدخل على شبكة مظلتي ويدخل اسمه أو اسم أمه، راح مباشرة راح يقول له يستعلمنا عن أول شيء حالة القيد، إذا كان حالة القيد مستمر أو حالة القيد موقوف، أو أنه كان مستلم الحصة التموينية غير مستلم، أي أسباب أخرى أو ملاحظات أخرى يمكن أن يعني تدلي المواطن عن الآراء والإجراءات الخاصة بمعاملته، وبالتالي أنه يعني يخفف عملية المراجعة لأقسام الحماية الاجتماعية. أقسام الحماية الاجتماعية عندنا أكثر من 46 قسم، وعندنا تقريبا 320 لجنة فرعية في بغداد والمحافظات، لا تستوعب هذا العدد الكبير من المراجعين. فلذلك أنه منصتي هي إحدى الإنجازات، خلي أسميها إحدى المظاهر الحضارية، المظاهر اللي تتمكن من أتمتة عمل الهيئة الحماية الاجتماعية. فبالتالي يمكن أنا أجزم وأقول لك أنه جميع البيانات الخاصة بالحماية الاجتماعية بضغطة زر الآن من خلال الهاتف يطلع لك كل الإجراءات الخاصة بمعاملة المستفيد. عدد 7 مليون جيد جدا. نعم. من 40 مليون 7 مليون شمولهم بالرعاية الاجتماعية، لكن هل أخذ باعتباركم كوزارة بأنه أغلب المشمولين أو قسم كبير من المشمولين بالرعاية الاجتماعية هم لا يقرؤون، فكيف باستطاعتهم أن يملأوا هذه الاستمارة الإلكترونية؟ هو هذا الموضوع الخاص بالاستمارة الإلكترونية ما له علاقة بأنه راح تقدم أنت الشمول الحماية الاجتماعية. إحنا فتحنا باب من منصة للتقديم بدأ يوم 12/8 من العام الماضي، غلقناه يوم 15/11، ومن بعده تم إرسال البحث الاجتماعي. الآن فرقنا الخاصة بالبحث الاجتماعي ارتفع، بعد ما كان عدد الباحثين الاجتماعيين 1000 الآن 2600 باحث اجتماعي. كل القرى، كل الأرياف، كل المناطق، كل الأقضية هي بها لجان فرعية خاصة بالحماية الاجتماعية. ما راح تقدر تستفيد من مظلتي، ما راح تعرف تقرأ، ما راح تعرف تكتب وقفة الإعانة مالتك، أقرب لجنة فرعية راح تروح، راح بها نظام وأتمتة إلكترونية راح يقول لك معاملتك شنو سبب وقوفها وشنو سبب الإجراءات. هاي الخطة شو وقت تم الشروع بيها؟ التفعيل النظام اللجان الفرعية الحدث الآن هو كل الأتمتة والمنصة، كل يعني خلال 4 أشهر إنه بدينا نسوي في هذه الحكومة. نعم، كل الإجراءات انطلقت الفكرة وتم تنفيذها في هذه الحكومة يوم 1/11
عمر جديد في هيئة الحماية الاجتماعية، أنظمة البيانات جديدة، وأيضا الأتمتة الخاص بالاستعلام عن أي حالة قيد في الحماية الاجتماعية بدأت مع عمر الحكومة الجديدة. الآن أي مستفيد من الحماية الاجتماعية، سواء متقدم، سواء عنده إعانة، سواء عنده إعانة موقوفة، يريد يستعلم عن الراتب مالته، يريد يستعلم عن مبلغ مالته، مباشرة الآن يدخل اسمه، اسم والدته، أو إذا كان مستفيد، لأن هاي بياناته الشخصية يقدر يدخل من خلال الرقم الخاص بالبطاقة الإلكترونية للشمول، مباشرة راح تطلع كل البيانات الخاصة بالمستفيد. زين دكتور أحمد، أنا يمكن راح أكثف عليك الأسئلة وممكن أقاطعك، بس الأسئلة هواية ووجودك مهم جدا، وإحنا استضافتنا لجنابك لأهمية الموضوع، لأهمية وأنا حاضر، والهدف من الوجود هنا أنه نوصل فكرة للمواطن، وكنا أنه هذه نقول له يا مواطن هذه الإجراءات هي صالحك، وهذه الإجراءات أنه أنت لتخدمك، وأي إجابة بما هي تفيد المواطن إحنا من كذلك إحنا نسترعى انتباه المواطن لكل كلمة، لكل معلومة، لكل رقم ممكن يذكره الدكتور أحمد. من 2006 لحد الآن أكثر من 6 مليون مواطن قدموا للشمول، وكثير منهم مستحقين، بعض معاملاتهم راحت بغياهب وزارة التخطيط، وبعضهم ماتت آمالهم على دكة الانتظار. هل تم من 2006 موضوع صار له تقريبا 16 سنة 17 سنة، هذه شلون تم معالجتها او تعملون على معالجة هذه الأشياء؟ الآن لا يوجد متقدم على شبكة الحماية الاجتماعية قبل انتهاء التقديم يوم 15/11 ولم تنجز المعاملة الخاصة به، أعلننا رسميا حتى وإن كان من 2006 ماكو معاملات من 2006 في هيئة الحماية الاجتماعية. أصلا هيئة الحماية الاجتماعية تأسست يوم 1/10/2015 وطبق القانون الجديد في هيئة الحماية الاجتماعية. كل البيانات الورقية السابقة تم أرشفتها ودخلت قاعدة البيانات. الآن مصير تلك المعاملات مستحيل، لا ما لا ماكو أي يعني معاملات. أنا أسأل هسه كمواطن، مصير المعاملات من 2006/2015 ماكو معاملات ورقية موجودة في هيئة الحماية الاجتماعية أو وزارة تم أرشفتها الكل. الآن في عمر هاي الحكومة، أول ما بدينا قبل هاي الحكومة كان عدد المشمولين بإعادة الحماية الاجتماعية يتراوح من 1,300,000 إلى 1,350,000 أسرة بنظام شبكة الحماية الاجتماعية. من يوم 1/11 لغاية الآن أدخلنا 625,000 أسرة جديدة على شبكة الحماية الاجتماعية. هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، كل المواطنين اللي قدموا ورقيا تم إدخالها ضمن الأرشفة الإلكترونية. أكثر من 200,000 معاملة تقدموا بها عام 2018 و2017 تم إكمال إجراءاتها وأدخلت ورقين. حتى الأحداث اللي حدثت في محافظات بسبب داعش تمكننا من البيانات هي إلكترونية، حتى إن كانت فقدان لبعض الأضابير، لكن أنا أجزم لك أنه كل البيانات هي محفوظة وكل البيانات في قاعدة بيانات أمينة. هسه نجي على الكلام منو اللي عنده جي كلاس ولكزز ويستلم راتب من الراعي؟ شوف أنا أقول لك على شغلة، بكل مكان، بكل إجراء، بكل دائرة هنالك متطفلين، هنالك متجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية. أول ما عملنا على البحث الاجتماعي الخاص بالمتقدمين للنظام شبكة الحماية الاجتماعية، وحضرتك تعرف والمشاهد يعرف، وماكو داعي نخفي الحقائق، كان عمليات الشمول هي عمليات كانت شمول ورقية، كانت عمليات شمول صح القانون نظم عمليات الشمول الورقي، لكن انه كان رأي الحكومة والسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ أحمد الأسدي حاليا، وأيضا دولة رئيس الوزراء، انه يجب ان نذهب الى الأتمتة. كل عمليات التقديم على شبكة الحماية الاجتماعية الآن هي من خلال نظام الأتمتة، فبالتالي يعمل لك على عملية مقاطعة سريعة للبيانات. بس أنا هذه الحالة موجودة لو لا؟ نعم، هنالك مجموعة من أصحاب السيارات الفارهة مشمولين بإعادة الحماية الاجتماعية، وإحنا ذكرنا أنه حطيك رقم من الأرقام أنه أكثر من 42,000 مواطن مشمول بشبكة الحماية الاجتماعية يمتلك سيارة موديلها أكثر من 2017. نعم. هذا عدد كبير جدا، لكن العمليات التدقيق مستمرة. طيب هذا يرفع يعتبر متجاوز؟ لا، احنا سوينا آلية بسبب انه نكمل عمليات اكثر السيارات الان قيودهم مستمرة وباسمائهم سيارات اكثر من 100,000 وبكثير، فلذلك الآلية الخاصة بعملية تدقيق ملف السيارات ملف ضخم وملف بس معقد. دكتور، نحن نعتمد على إنتاجية السيارة. تمام. نعم بالضبط. الباحث الاجتماعي حضرتك باحث اجتماعي، أي ملف
تجيك معلومة أن هذا المواطن لديه السيارة، يتم من خلال تقرير الباحث الاجتماعي، الباحث الاجتماعي يقر هل أن هذه السيارة هي منتجة أم غير منتجة. إذا كانت هذه السيارة منتجة مباشرة يتم قطع الإعانة عن المستفيد الخاص بالحماية الاجتماعية. ذاك يوم ذكر معالي الوزير أنه 14 مستفيد من الحماية الاجتماعية يمتلكون سيارة هامر. هذه سيارة الهامر هل هي سيارة منتجة؟ هل هي سيارة خاصة بالتوصيل؟ اللي مثلا احنا ما راح نقطع الإعانة عن كل واحد عنده سيارة، بالتأكيد سيارة أجرة، سيارة أو حتى سيارة بسيطة يستخدمها المواطن يوصل عائلته، هاي الحماية الاجتماعية ماكو هيك هذا الإجراء القاسي. راح توديني إلى ازدواجية، نعم أنا أسمعها من الناس وأشوفها بعيني، نعم. لحد الآن الباحث الاجتماعي شالع قلوب الناس مثل ما قلنا بالمقدمة، نعم. اللي عنده ثلاجة هذا ميق، وهاي واضحة والناس تسولف. دكتور أحمد اللي نعم. عنده شاشة بلازما، اللي خال عطر، اللي عنده ذني، الباحث الاجتماعي يصدر بتقريره يقول هذا فوق مستوى خط الفقر. طيب والعده سيارة، شوف راح اتكلم لك بكلام دقيق، وانا اصلي باحث اجتماعي قبل ما اكون رئيسي، انا باحث اجتماعي بالضبط. كل هذا الكلام غير صحيح، راح اثبت لك اياه بالعلمية وبالارقام. الان 1,900,000 اسرة، كم واحد منهم عده ثلاجة؟ راح تلقى كل. راح اعطيك اكثر من 1,700,000 مواطن مشمول هو عنده ثلاجه، صحيح. وعنده تلفزيون، والان في المشمولين بالحمايه الاجتماعيه اكثر من 100,000 مستمر اعاناتهم عندهم سيارات. هذا رقم يمكن اول مره نعلن عنه. الان الخاصه بمنازل السكن عندنا الان 600,000 عندهم ملك يعني سكن ملك وهو مشمول بحماية اجتماعيه. عندنا 1,000,000 يسكنون يعني المناطق اللي هو لا ملك ولا هو إيجار، يعني مناطق مثل قاعد أو عشوائي زراعي أو يسكن مع أهله، ما عندهم يعني سكن، وأيضا هم مشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية. إذن شنو هو عملية تنوع لهذه البيانات من ناحية شوية؟ يمكن راح أعطيك من ناحية أكاديمية. يعني الناس دا تبالغ من دا تقول هذا بالضبط. لو ما فاهمة قصة تقرير الباحث الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليس لديه الصلاحية بالشمول أو الرفض أطلاقا. هو مو اقول لك تدري، نعم. ليش الباحث الاجتماعي من يقرا ذني مو انا، نعم. هذا سؤالي بمكان اريد اوصل له، نعم. من اجي اعاتب الباحث الاجتماعي اقول له انت على اي اساس يعني تقولهم والله ثلاجه لو عندهم شاشه مال تلفزيون هذول؟ يقول انا ما علي، هاي ضوابط وزاره التخطيط. ليس اصلا ضوابط، وهنا انا من اروح لوزاره التخطيط، نعم. لازم افتح فشي. شوف الان نعتمد على معيار قياس الفقر من الناحيه الاكاديميه، هو الفقر متعدد الابعاد. كيف يتم قياس الفقر في العراق؟ هو أنا نسبة من الفقير ومن الأشد نسبة فقر. الفقر بالعراق الآن 21% مع نسبة التضخم اللي تحدث نتيجة ارتفاع سقف الدولار، وكذلك مثلا جائحة كورونا، يوصل إلى 23-24 ينزل ينخفض إلى 21. هذا المعيار الأساسي بخط الفقر. هذه بما أنه أتمتة، لا توجد في الحكومة العراقية نظام يسموه السجل الوطني الموحد لجميع إيرادات المواطن. حضرتك موظف في وزارة، أو حضرتك موظف في قناة إعلامية، الآن أسألك مباشر أو أسألني مباشر، تقول لي زيد راتبك، راح أجاوبك؟ مستحيل ما راح أجاوبك. إذن شنو؟ نبحث عن بدائل لقياس الفقر. فلذلك يسمى الاستمارة التي تملأ من قبل الباحث الاجتماعي يسمى مصادر الدخل البديل. هاي من الناحية العلمية. يروح للباحث الاجتماعي، انت جيد عمرك؟ راح يقول له جيد انا عمري. جيد عندك اولاد؟ مثلا راح يقول له انا عندي 4 اولاد. اكو واحد بهم عنده معاق؟ راح يقول لك ايه عندي واحد معاق. ايش قد يكفيك مصرف هذا المعاق؟ راح يقول لك ايش قد، وتسجله. عندك سيارة؟ ايه عندي سيارة. يسجل لك اياها. بعدين ما يكمل لك هاي الاساسات، ويجي على مصادر الاخرى. مثلا انت عندك تلفزيون؟ نعم عندي تلفزيون. انا اعرف واحد مشمول بحمايه اجتماعيه بالبي ام تي، انا يوميا احلل البي ام تي بالالاف، يوميا عمليات تحليل لكل البيانات اللي تدخل على النظام احللها. مثلا عندي 3 تلفزيونات واجي مشمول بشبكه الحمايه الاجتماعيه، اكو الان عنده مثلا ثلاجتين او عنده 3 ثلاجات. فهذا اللي اريد اوصل له، انه ليس كل من ما عنده ثلاجة أو عنده ثلاجة مشمول، وإنما هي أوزان. مين جاي يا دكتور أحمد؟ هذا أنا اللي مبلغني بي أو مبلغ الـ 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 الإعداد رئيس محكمة العمل بشكل شخصي، يعني قايل محكمة العمل؟ هي محكمة العمل أو يعني رئيس شوف. سابق لمحكمة العمل، نعم. يقول يعني مستحق يتيمة حجبت عنها الرعاية لأن في منزلها شاشة تلفزيون قدمت لهم هدية من أهل الرحم، يعني متبرعين، نعم. رجل مسن لان هو يجوز الوقت
يعني خذله بالضبط متعود يخلي عطر غالي يعني هو هذا طبيعته. أنا راح أقول لك يا بكل صراحة هذه مين تجي هذه كلها مبالغات وهذه كلها مثل ما تعرف أنت الآن شوف لك واحد عنده الآن وقف الآن حطيك معلومة في محافظة واحدة محافظة عراقية هنالك 50 شخص عنده وكالة غاز ونفط وبنزين خانة مشمول بإعانة الحماية الاجتماعية تم إيقاف الإعانة عنهم الآن من خلال الأتمتة تحولنا من النظام الرقمي الخاص بالموظفين وبعد تحولنا إلى النظام البيومتري إلى البيانات الخاصة الأخرى عنده بنزين خانة ويستلم إعانة حماية اجتماعية هذا إذا تروح تقطع عنا الإعانة ما راح يقول لك والله أنا جاني على مود العطر لا هو راح يقول لك أنا مو بس ضحية راح يقول لك والله شافني لابس حلو وملابس حلو ورفضني هذا الكلام وإشاعات أغلبها تضليل. أي مو بس تضليل إنه من يقول هذا الشيء هذا أنا أقول لك هنالك نسبة الصحة والدقة بنظام قياس الفقر في هيئة الحماية الاجتماعية عالميا هو ما يتجاوز أكثر 80% هسه أروح على عدد الموظفين أريد أعرف عدد الموظفين الذين متجاوزين أو يستلمون رواتب الإعانة الاجتماعية. نعم احنا من يوم 15/1 بدينا عمليات الأتمتة الإلكترونية بدينا عمليات المقاطعة الخاصة بالنظام الأكسل يعني خليني أتكلم لك بكل صراحة لحد الآن ماكو أي نظام شبكي مربط أو ترتبط به الدولة العراقية الخاصة بالموظفين الآن إذا وجه السؤال من خلالك الآن أسأل وزارة المالية كم موظف بالدولة العراقية ما راح تجاوبك راح يقول لك إنهم ملفات مختلفة إذا شنو أيضا صلي لا يوجد نظام إلكتروني واحد لكافة الموظفين اللي خاصين بالحماية الاجتماعية يعني بالدولة العراقية شنو البديل هم نظل قاعدين لا رحنا على الوزارات وزارة وزارة تعطينا البيانات مع الموظفيها ونجي نقاطعها نحن لا يعني أنا أدعي إنه إحنا خلال هاي الأربعة أشهر تمكننا من الوصول إلى 190,000 موظف ومتقاعد وأجر يومي كانوا يستلمون إعانة الحماية الاجتماعية دول يعتبرون متجاوزين طبعا هذا يعتبر متجاوز 190,000 موظف ومتقاعد وأجر يومي وكذلك حتى كانوا المحاضرين وتم تثبيتهم على الملاكم ومستفيدين كانوا من إعانة الحماية الاجتماعية خلال هاي الفترة خلال فترة الحكومة ومن خلال للأمانة أنه كان عندنا مو بس إحنا شاركنا بهاي العمليات المقاطعة الكبيرة الآن دولة رئيس الوزراء وجه أنه لجنة أمر ديواني برئاسة وزيرة الاتصالات تشرف عن عملية الحصول على هاي البيانات من كل قواطع يعني الحكومة من الوزارات فتوصلنا إلى هاي النتيجة المهمة من عملية مقاطعة البيانات تفصيلة بسيطة احنا نزمنا هسه 190,000 موظف ومتقاعد وأجر يوم ولزمنا أبو بنزين خانة قطعنا عنهم رواتب الإعانة الاجتماعية وبس لا هذا من حول قضاء ما ناخذ منه اللي يستلمهم بأثر رجعي لأنه دخل بطريقة ملتوية ربما عن طريق معقب ربما عن طريق معرفة ربما لازم أنا أسترد هاي الأموال كل المبالغ يتم استردادها للنظام الحماية الاجتماعية عندنا قانون تحصيل الديون الحكومية دولة مشمولين طبعا يتم استرداد كافة المبالغ من تاريخ شموله أول يوم استلم يتم استرداد كافة المبالغ هاي نقطة رقم واحد راح أتكلم لك فشي يمكن ما حاكينا قبل الإعلام للأمانة كل الوزارات ما تقبل على موظفيها يستلمون لأن هاي سمعة وزارة طبعاً. يعني واحدة من الإعلام سابقا أنه في وزارة معينة كان عدد الأكبر حدود يعني 2000 مستفيد يعني موظف كانوا يستلمون رعاية اجتماعية جميعهم إلى حاله إلى اللجان التحقيقية يعني وزارة من الوزارات عمت لها يزعلون علينا الآن دولة رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة أصدر قرار قبل حدود شهرين قال شكو منتسب في القوات الأمنية يستلم إعانة حماية اجتماعية يحال مباشرة للمحاكم العسكرية ممكن يفسخ عقده مباشرة يحال المحاكم العسكرية محكمة عسكرية صعدوه تعرف الأرقام محاكم طبعًا عسكرية وتجينا مقتبسات الحكم محاكم العسكرية طبعًا يصل إلى العزل من الوظيفة وأيضا مثلا وزارة من الوزارات عزلت 4 من موظفيها كانوا يستلمون إعانة الحماية الاجتماعية وأقولها للملأ وزارة الثقافة سابقا كان عندها 4 لأن يعتبروها سمعة وزارة فلذلك أقول إن هنالك توجه حكومي جديد للأمانة من أغلب الوزارات أنه القضاء على عمليات أنه استلام الإعانة إضافة لرواتبهم ولذلك الآن نحن في هيئة الحماية الاجتماعية المسترد نقدا في صندوق الحماية الاجتماعية وصل إلى 75 مليار دينار استرديناه من عمليات التجاوز والمقسط 75 مليار نقد وكذلك اللي مقسط مثل القانون يسمح بالتقسيط انه هو متجاوز على إعانة حماية اجتماعية بحدود 10 مليون 11 مليون فبالتالي
القانون سمح له بتقسيط هاي المبالغ المقسطة الآن. بس هو منزل يرجع طبعا بحدود 85 مليار مقسط، يعني بحدود احنا 160 مليار الآن هو استردت عمليات من عمليات التجاوز على إعانة الحماية الاجتماعية. كيف استرديته أموال؟ 75 مليار نقد والمقسط 85 لا الأموال اللي استردت حدود 160 مليار دينار ممتاز. المبلغ المسترد. وأحط لك معلومة أيضا إحنا ما حاجين بهذا الشيء، كل عمليات الشمول اللي حدثت بالحماية الاجتماعية هي من المبالغ عمليات الاسترداد والمبالغ المدورة لغاية يعني دورت الأموال لغاية تشمل بي لغاية الآن لم يتم يعني استعمال المبالغ المخصصة بالموازنة لشمول هذه الأسر الجديدة، فهذا يسمح لك أنه توسع بالشمول ويصحح لك النطاقات الخاصة بشمول عوائل أشد فقرا. جيد، هسه أنا عندي بالأول ما بدينا المقدمة مالتنا عن هذا الرجال اللي خابر على برنامج زميل في قناتنا، قال ياباني مشمولي أنا ما مشمول بسبب الباحث، خلينا نقول إنه فهم خطأ الباحث، لكن أولادي المفروض يكونون مشمولين. قال له أنت ما مشمول، فكان أولادك بالاستعاضة ما مشمولين. هسه حاكيني على أموال المنحة الطلابية، وهذا الرجل شلون احل قضيته؟ انا اليوم مسؤول لان دي خابرني ودي يستنجد بيه، وانا مستضيف وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعيه ورئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه، انا اريد القى حل لهيك نوعيه من المشاكل. شوف المنحه الطلابيه جاءت بالمنهاج الحكومي على اعتبارها زياده بسقف الاعانه، انه كانت هنالك فلسفه للحكومه انه بدل ما انت تعطي المبالغ النقديه مباشره في للمستفيد لحمايه اجتماعيه، قالوا لا هالمره احنا نريد ننمي قدرات المستفيد. انت ذكرت موضوع كلش مهم انه محو الاميه، تعرف التجديد نسبه البطاله الخاص او عمل الاطفال الخاص بهيئه الحمايه الاجتماعيه. هيئه الحمايه الاجتماعيه ترعى اكثر من 3 مليون طفل مشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. هسه والدة غني، والدة متجاوز على الحماية الاجتماعية، لأن هذا موضوع هذا جرح بقلب على المستوى الشخصي من أشوف أطفال أولادي بالمدرسة وهذا بعمره طالع لو يبيع مي لو الآن يستجد. الآن المبلغ المخصص فقط للمنحة الطلابية هو 225 مليار دينار، الدولة خصصت لوزارة التربية، والتعليم العالي خصصت 79 مليار دينار للطلبة وقسمت كالآتي: الطالب بالابتدائية يعطوه 30 ألف دينار شهريا، بالإعدادية والمتوسطة يعطوه 50 ألف دينار، إذا كان بالبكالوريوس يعطوه 100 ألف دينار، حتى الماجستير والدكتوراه يعطوه 150 ألف دينار حد ما يكمل الرسالة أو الأطروحة مالته. الهدف من هذا الزيادة هو كان يقدر احنا نعطيه زيادة على الراتب وراح لا، انه الهدف يردون ينمون يعني عد يعني القضاء على الجهل. فهذا الان كنا نتكلم مع مدير عام الاداريه في وزاره التربيه، يقول لي هنالك عمليه اعاده للمدرسه بعدها مبادئ المنحه، اكو مواطنين جاي يرجعون طلابهم، يابا كان مبطل اريد ارجعه، ليش يريد يرجع؟ ما شاء الله يريد على مود هاي المنحه ال 50 و 30، يعني انت معدل انت الان اللي راح يستفادون من هاي العملية الآن المسجلين حاليا بقاعة البيانات 2,400,000 طفل مشمولين بهذه المنحة، وإن شاء الله تعالى ستنفذ من بداية العام الدراسي. من بداية العام الدراسي نعم، يعني إذا مو 11 سبعة عشرة لا هو راح يبدي الدوام 11 هو مباشرة بس يخلص الشهر راح يطي. ليش؟ لأن بيها شروط المنحة مثل الراتب مال الموظف يستلم راتب غير الشهر قدم عمل الشروط ياخذ عليه الشروط مالته شنو؟ انه ما يغيب 10 ايام وانه ما يرسب، انه ممتاز. بها شروط انت تغيب ما يعطوك منحة. والله انا فرحان اي فهذه هي هاي الشروط مالتها، فلذلك يتم التأشير الخاص بها. وحتى بعد ما كانت العملية ورقية اتفقنا مع وزارة التربية ان يكون العملية الكترونية، المواطن ما له علاقة مباشرة، بس يلتزم ابنه بالدوام بالدراسة راح يتم التأشير المبالغ الغياب والحضور، ومباشرة النظام الالكتروني يحول هذا من وزارة التربية الى هيئة الحماية الاجتماعية ويتم صرف المبلغ الاضافي. كمية مال الأموال دكتور أحمد تعذرنا على كثرة الأسئلة بالخدمة، بس هذا كثرة هاي الأموال هي تخصص من الموازنة؟ هي مو أكو مجموعة من المشاريع خاصة بوزارة العمل ترفد الوزارة بالأموال، مثلا العمارة مال الضمان الاجتماعي الموجودة في الشورجة، عمارة الضمان إيجاراتها وغيرها، غيرها من المشاريع اللي هي أصلا مخصصة لرفد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جزء من التمويل، هذا شلون يعني
ما سمعنا انه وزاره العمل تاخذ ايجارات او غيرها، حدثني عن هذا الموضوع بالتفاصيل. احنا في وزاره العمل شؤون اجتماعيه، هي ترى وزاره عمل قبل ما تكون شؤون اجتماعيه، وهذا حاجيه سيد الوزير وحتى حاجيه دوله رئيس الوزراء. صحيح. انه انت مو بس مسؤول تعطيهم اعانه اجتماعيه، لازم تشغلهم، لازم تدخلهم سوق العمل. شنو فكره الحكومه باداره هذا الملف؟ ثلاث نقاط اساسيه، توسع الشمول بحمايه اجتماعيه وتطلع المتجاوزين، هذا الملف الاول. احنا الان اشتغلنا به وصلنا الى مراحل متقدمه، خلينا نقول وصلنا اكثر من 80% من البرنامج الحكومي نفذناه. الملف الثاني لاول مره انه رئيس وزراء يخصص 400 مليار دينار ضمن الموازنه كقروض حتى يحرك سوق العمل الخاصه بالعاطلين عن العمل. مبلغ كبير جدا، فلوس فلوس راح يعطيك اياها حتى نعم دكتور احمد اذا تسمح لي. نعم انا انت فلوس الواحد يروح لو يتزوج به بالضبط، هو هذا جاي اصلا بالضبط. اسمح نعم وزاره العمل نعم او في الشؤون الاجتماعيه، وزاره العمل من نشوف شباب عاطل هذا ما انطي فلوس لين يخلصه بالضبط. ليش ما اخلي مثلا هاي الاماكن اسواق المركزيه، نعم اتعاون ويا وزاره التجاره، عندي اسواق مركزيه افتحهم بازارات اماكن سياحيه بدعم من وزاره العمل والحكومه العراقيه، يفتحون مشاريع انت ما تعطي فلوس بيده، انت تفتح له مشروع حتى يظل دوري هذا الموضوع. بالضبط. الان حدث عمليه تعديل قانون القروض المدرجه للدخل، القروض الصغيره، شنو صار؟ انت مواطن تريد شغل، انت بسن العمل، تعال هاك 20 مليون، بس ما يعطيك ال 20 مليون مثل قبل تاخذ 8 ملايين وتروح، تروح تجيب اوراق اعتمادك انه انت تريد تفتح هذا المشروع، ويجون يدربوك على المشروع ودراسه جدوى، تعرف انت الاجراءات الخاصه بالقروض، دراسه جدوى، يلا يعطوك هذا المبلغ حتى تروح تفتح المشروع. مو بس هاي، انه انت تريد تفتح المشروع وشغله وياك واحد راح يعطوك 30 مليون، تشغله وياك اثنين راح يعطوك مثلا 50 مليون، حتى شنو تسوي مشاريع صغيره. هذا الموضوع الثاني، مبلغ ضخم 400 مليار مبلغ ليس هين. صحيح. فبالتالي انه احنا 100 مليار من هذا المبلغ خصصه لمستفيدي الحمايه الاجتماعيه، الان انت تقول اكو ميسورين، اكو شباب مستفيدي الحمايه الاجتماعيه، وانا ذكرته انه اعداد اللي بسن العمل المستفيدين من الحمايه الاجتماعيه هم من 300 الى 350 الف شاب يستلمون اعانه الحمايه الاجتماعيه، هو بسن العمل، انت ليش باقي على الحمايه الاجتماعيه؟ تعال نعطيك قرض روح اشتغل. فبالذلك احنا شنو الدوله ترتاح، لا اضافه هو راح يحصل هو فرصه عمل ويستفيد ويحس بكينونته. فصار القرار الحكومي للامانه انه من وزير العمل شؤون الاجتماعيه ان يكون 100 مليار من ال 400 مليار يسوي عمليه نظام التخريج من شبكه الحمايه الى سوق العمل، فهذا المبلغ ايضا لاول مره يخصص لهذه الشريحه حتى يحصلون على المشاريع مال وزاره العمل. الموضوع الثالث فلوس تجيب فلوس لا ده. الموضوع الثالث الخاص بها هو قانون تنظيم العماله. مثل ما تعرف الان كل العمال المتقاعدين يعني تقاعد الضمان الاجتماعي كان يعمل هو ومبالغ مالته ما يسجل بالحمايه، يعني ما يسجل قانون التقاعد والضمان. صحيح. الضمان الاجتماعي. صحيح. عدلنا قانون يعتبر هذا طفره نوعيه بالقوانين العراقيه، ايش راح يسوي؟ انه انت بدل ما تاخذ اعانه حمايه اجتماعيه وتقول انا عاطل عن العمل، روح اشتغل بشركه والحكومه تدفع لك جزء من التقاعد مالتك. تخلص من الشركه تطلع باكر تاخذ تقاعد حالك حال الموظف. فالحكومه تعطي جزء من التقاعد شهريا، تعطيك مبلغ يضم بحسابك جزء من التقاعد، ورب العمل اللي مشغلك راح يعطي جزء، وياخذون جزء من يوميتك من التقاعد حتى يسووا لك عمليه الضمان الاجتماعي. باكر من تطلع تقاعد صير عمرك 63 سنه او 60 سنه راح يعطوك مبلغ التقاعد حالك حال اي موظف عادي. هذا ايضا لاول مره حصلوا على عمليه تعديل القانون وشرعوا، راح ان شاء الله يبدي بعد 3 اشهر من نشره بالجريده الرسميه، نشر قبل اسبوع، انت ب 3 اشهر راح يدخل حيز التنفيذ. فهاي الاجراءات الثلاثه الان اللي حدثت بوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، اجراءات نوعيه، اجراءات تشريعيه للقانون، وكذلك عمليه تنظيميه، هاي لاول مره تحدث، هي الهدف مالتها تحريق سوق العمل وكذلك انه اخراج المتجاوزين باعانه الحمايه الاجتماعيه، اذا ما شفت هي عمليه مركبه. طيب ما يعني من اجابتك انه نعم. حدثتني عن مشاريع وزاره العمل نعم. وخطواتها وخططها، مباركه جهودكم ان شاء الله، لكن هذه المشاريع التي ماخوذ عنها عائديتها الى وزاره العمل هي متوقف العمل بها الآن، يعني من مثل ما قلت لك عمارة الضمان
مدى تستفيدون من الموارد العائدات المالية؟ شوف هاي مثلا الإجراءات الخاصة بالضمان تختلف عن الحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية بس هي كلها خاصة بالوزارة. الإيرادات الخاصة الوزارة دا تصرف فلوس من 400 مليار، هاي ليس من لا 75 مليار. الضمان الاجتماعي هاي فقط أموال العمال، ما مسموح انه يعطيها لغير شريحة. هاي أموال العمال من عمليات الربح بتصير بهذه تدفع فقط هو دكتور عمال. أنا دا أقول دا تجي فلوس للوزارة نعم. سواء للضمان أو للرعاية من نعم. هذه المشاريع طبعا. الآن أنت الآن نسأل مدير عام الضمان أنه تجيك مبالغ خاصة بالأرباح 100% أكو أرباح، فهاي المبالغ ما راح تتخصص إلى مستفيدي الحماية الاجتماعية أو العاطلين عن العمل زي. لأن هي هاي أصل المبالغ هي مبالغ أرباح ل يعني أسهم عمال، فهي تروح للعمال باكر مين يطلع تقاعد. العامل أنت قضيت عمرك تخدم بشركة أو تشتغل بقناة باكر تطلع 60 سنة وين راح تروح؟ فلذلك أنه أنت راح يعطوك المبالغ الخاصة بك هي من مبالغك، بس هم راح يدخروها لك. علاقتكم مع وزارة التخطيط نعم علاقة جيدة، علاقة مبنية على التفاهم الخاص بإجراءات والنسب حقيقية. هم لغاية خلي الآن النسب همينة ما طول جنابك نعم. موجود خلي تعرضونا شباب بهاي الوثيقة. ايه تفضل دكتور احمد اكمل. العلاقتنا مع وزارة التخطيط هو ينتهي بتحديد نسب خط الفقر. الآن وزارة التخطيط تقول لي قضاء سين نسبة الفقر بي هلقد، وإجراءات الخاصة بالشمول بالحماية الاجتماعية يجب أن تكون هلقد، فبالتالي إحنا راح نعتمد على هذه النسب في عملية توزيع كافة المبالغ الخاصة بإعانة الحماية الاجتماعية وأيضا قياس الفقر. طيب هاي الصورة أمامنا نعم. دكتور آخر تحديث 2021 نعم هاي لدور الحضانة عدد الدور آخر تحديث. أكو قضية هاي بها أوجهها من جنابك لوزارة التخطيط نعم. وللسيد وزير التخطيط بما أنه كنت أنت وزير تربية. الرعاية الاجتماعية عدد المستفيدون الموجودون، هذا مو خطأ لغوي، هذا ما أعرف أنه كاتبه، هذا مضاف ومضاف إليه، يعني ما أفهم من اللي وضع هاي، من اللي تم تخويله. وزارة كاملة ما بيهم واحد يعرف لغة عربية وينشر في كتاب رسمي والنوب مصر الرعاية عدد المستفيدون الموجودون، عدد المستفيدون والله حتى ما أعرف شلون دا أقولها لأن بين غلط، عدد المستفيدون الداخلون، عدد المستفيدون المغادرون، الرعاية الاجتماعية عدد العاملون، وآخر تحديث يوم سنة 2021. ها شلون افسرها دكتور احمد يمك الجواب غير الخطا يعني اللغوي هو بغض النظر عن الخطا اللغوي ما اعرف يعني هو الجدول هذا رسمي او هو من رسمي هذا من نعم موقع وزاره التخطيط نعم هو مؤشرات الرعايه الاجتماعيه. شوف عزيزي هذا هم يشيرون رعاية اجتماعية، ليس فقط الرعاية الاجتماعية هي الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية. الملف في الحماية الاجتماعية ورعاية اجتماعية بصورة عامة، أمن غذائي، مستوى طلابي، هذه كلها يسمى ملفات الرعاية الاجتماعية. احنا الآن التوسع بالشمول بالحماية الاجتماعية، هذا السؤال انه التوسع بالشمول بالحماية الاجتماعية يتم التوسع وفق معايير خط الفقر ونسب الفقر دكتور بس الجديد. معايير خط الفقر أنا عندي ممكن أسر بهاي السنتين بعد ما طلعوا من كورونا ب 2021 خليها آخر تحديث. شوف هذه قضية. القضية نعم. الأخرى أنه هسه إحنا التعداد غسلنا إيدنا من بس نعم. أنا ما عندي قاعدة بيانات تقول لي عدد العراقيين إيش قد، وانت ما تحدث وزارة التخطيط الوزارة التي يجب أن لا تخطئ طبعا، لأن خطأ واحد معناه أنه كل عملية الخطة كلها، كل عمليات توزيع الثروات، كل عمليات الإجراءات الخاصة بأي وزارة، نحن أيضا قانون يلزمنا توزع النسب الشمول على النسب السكانية وخط الفقر، فكنا نعتمد على البيانات العراقية بخط الفقر. الآن هم لغاية الآن نعتمد على البيانات 2018 الخاصة بالتعداد السكاني وخاصة بخط الفقر. الآن خلال آخر 2000 هم ما عندهم تعداد جديد إنه خاص بالحماية الاجتماعية، مو بالحماية، إنه بكل عمليات التحديث الخاصة بمقاييس خط الفقر هي لعام 2018. يعني هم يحتاجون يعني هذا يصير بدولة بها وزارة وموظفين ورواتب ووزارة سيادية وأنا أنطيها أموال، أنا ما أريدك تتحدث عنهم ولا أريد أحرجك، بس أنا أحكي من ناحية العمل الإداري
هل نعم. هذا يصير في باقي بلدان العالم؟ هو يحتاج عمليات تحديث البيانات. الآن هم عندهم المسح الاجتماعي الاقتصادي جاي يباشرون به. نعم. يحتاجون فقط أموال خاصة بهذه المناهج، وإن شاء الله تعالى حسب آخر بياناتهم هم بحدود نهاية السنة راح يعطون بيانات جديدة خاصة بخط الفقر والقياس به. أنتوا شلون تشتغلون بدون مؤشرات مركزية؟ ما رد يعني نقول كما يعني قال بعض المراقبين، بعض اللي ينظرون إلى الوزارة، يجوز ناس أنتوا تسموهم إعلام أصفر، بس سؤال بديهي، أنتوا شلون تشتغلون؟ أكو ناس تقول إشبر وقص، أنتم بدون قاعدات بدون قاعدة. شوف راح أتكلم لك بكل صراحة. أي. كل العمليات الشمول الآن حثت بشبكة الحماية الاجتماعية وخاصة مع الحكومة الجديدة كانت وفق نسب السكانية وخط الفقر، وحتى إن كانت هي نسب السكانية قديمة وإنما كانت تقريبية. فلذلك أنا مسؤول على هذا الكلام. كل عمليات الشمول حثت كل قضاء إيش قد بيه نسب السكانية مالته، وإيش قد نسب المشمول بالحماية الاجتماعية، وإيش قد نسب الذين تم بحثهم، وكل قضاء بيه نسب الفقر بيه، وتم توزيع الحصص كاملة على الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية. هسه أسأل عن ملف مشكلة دور الدولة. نعم. الأيتام والأحداث والمسنين. تبهذلوا ذولا من راحت للمحافظات، شو سويتوا منهم تم حل هاي المشكلة؟ شوف هذا الموضوع كلش مهم. من يوم عمليات تنفيذ قانون فك الارتباط لغاية الآن عانت كل الإجراءات الخاصة بها. لا خلينا أتكلم بكل صراحة. المحافظ قابل هو باحث اجتماعي؟ لا طبعا. يو هو يعني مسؤول عن الملفات الخاصة بدور الدولة. فبذلك أنه الآن القانون تعديل القانون وإعادة ربط هاي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنا كمراقب قبل ما أكون أنه مسؤول عن الحماية الاجتماعية أعتبره قانون جيد، وهذا راح يعيد الإجراءات الخاصة السليمة بدور الدولة، وإن شاء الله وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي قادرة على ذلك. بس هو ما تم أي عمل به لحد الآن؟ يعني هو صدر القانون قبل حدود تقريبا أكثر من 3 أسابيع إعادة ربط هذه الدور في وزارة العمل وبالتحديد هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. طيب. بس إحنا كهيئة حماية اجتماعية سبقنا الكل. الآن أغلب دور المسنين في العراق تم شمولهم بإعادة الحماية الاجتماعية. ليش؟ لأن تجهيد يعطيك 40,000 يعطيك 40,000 مصرف جيب. فأنا لا بوفق القانون ما تقدر تعطي أنت، هو عنده مصرف جيب. صحيح. يتنازل عن مصرف الجيب والشمول بإعادة الحماية الاجتماعية. هذا كإجراءات خاصة بينا. 40,000 بالشهر. 40,000 وكو 60,000 هي المصرف بالجيب ما يتعدل 60,000. فبالذلك أنه أنت تعرف الحماية الاجتماعية من يوصل سواء كان 125 175 احسن له. فبالتالي احنا خلي اجزم لك انه كل اغلب الدور هي تم شمولها بحمايه اجتماعيه، لكن مثل ما تفضلت هذا الملف جدا حساس يحتاج لعمليه رعايه خاصه وخاصه البنى التحتيه بهذا الملف. انا ما اريد ادخلك بالسياسه، بس احنا عندنا انتخابات مجالس محافظات. نعم. راح تصير بعد شهر تقريبا. نعم. اقل. نعم. زين، وضعتم هذه القضيه باعتباركم ممكن ستعاد الصلاحيات وتعاد ارتباط هذه بالمحافظات كعرض مسرحي، يمكن انه رجع ونخلي بخصوص الملف الحمايه الاجتماعيه. الحمايه دور الايتام، لا دور الايتام والدوله هو يعني اذا رجعناها للمجالس المحافظات وطلعناها من وزاره العمل، وزاره العمل راح يصير شغلها عن نص. ما الضامن بان تجي مجالس المحافظات اللي عليها اشكال كبير جدا لكنها دستوريه شوف. تجي تعيد تكمل شغل وزاره العمل؟ راح اتكلم لك بكل صراحه. الان ما اني زرت واحد من المحافظين ما قال لك اتخذ الملف، ملف شائك انه انت الان اقل لا سمح الله اقل تماس كهربائي. هسه بغض النظر عن الفلوس ما بفلوس، هو ملف انه انت هو دور دوله وعندك ناس مسنين وايتام. هذا يريد منك غدا، يريد منك عشاء، يريد يدربه اجتماعيا، يريد تمكنه، يريد يروح للمدرسه ويرجع. يعني المحافظ ما عنده ذاك الاستعداد لاداره هذا الملف، هذا يحتاج لباحث اجتماعي. حضرتك باحث اجتماعي وانا باحث اجتماعي، ونعرف انه شلون انت تدير عمليه ملف. صح. كبير السن. صح. فانا انا انا احد النقاط السيد الوزير العمل اي محافظه يزورها يؤكد انه هذا الملف مو ملفكم يا اخوان، رجعوه لوزاره العمل. والان فعلا الحكومه اتخذت خطوه انا يعني اقولها شجاعه وقويه بارجاع طبعا. هذا الملف الى وزاره العمل. نتمنى انه ما يرجع ان شاء الله تعالى لمجالس المحافظات. زين، هسه اكو قضيه قلت لكم ارقتني لي. نعم. شخصيا دكتور احمد، اعرف انه اكو ناس حتى لو تروحون انتم توفرونهم كثير من الاشياء تهيئونهم اياه، هو يريد يقدي. نعم. هو يريد يمسح جام. بالضبط. ليش هو لان بهاي المرحله العمريه 10 سنين 12 سنه هو طفل،
هذه شلون راح يتم مكافحتها بالملاحقه اللي نشوفها مع العلم انه اكو للاسف بعض الدوريات ينطوا حتى يبقون. شوف هذا الملف تحته ملف ضخم اعتقد يحتاج بس هو يحتاج لحلقه. اي والله حلقه. التسول ملف ضخم جدا وملف حساس في مو يعني هو مو اقول لك مو انا المسؤول على معالجته، وزاره الداخليه هي المسؤوله الان صدر دوله كامله مسؤوله يعني كملف تخصصي في الاطفال جريمه. شوف مو بس عماله الاطفال الان تحول عمليات التسول من تسول بالشارع الان تسول صار الكتروني. الان ادخل اكو صفحات تدعي هذا فقير هذا شيء، وصل بهم الحال انه يجيب معوق ياجر معاق انه يجي يقدي به حتى بالاخير يحصل فلوس. راح اقول لك شغله، اخر عمليات التحديث بهذا الملف مع انا ويا وزاره الداخليه، انا قلت لهم انا مسؤول عن هالكلام، اعطوني بيانات المتسولين انا اشملهم بإعانة الحمايه الاجتماعيه. اول شيء جاوبوهم سووا حمله عليهم وجمعوهم 700 واحد من الشارع كلهم جاوبوهم شيء، ولا واحد وقع تعال نعطيك راتب وبعدها تطلع بالشارع، ولا واحد رضى يوقع. فاذا شنو هي عمليه منظمه زين. والاطفال اللي يشوفهم يبيع علاليق بالسوق اللي يبيع هاي عماله الاطفال الشيء اللي يجرح العين العراقيه احيانا اللي عنده ضمير من يباوع اطفاله لابسين لبس حلو واطفال يفترون حتى ابوه جابره ما عنده اب راح بحرب استشهد كذا. اقول لك شغله الان ابحث عنهم ذولا بالشارع نصهم راح تلقاهم عندهم اعانه حمايه اجتماعيه ويطلع بالشارع تسول. انا واحد من الناس من امشي بالشارع اشوف الوحده قاعده بالشارع للامانه يعني انا بذات شخص انزل لها يما تعال سوي راتب حمايه اجتماعيه تقول لي انا عندي راتب ليش قاعده بالشارع. هذا شنو يدير على شنو؟ انه يجب على وزاره الداخليه تتخذ اجراءات حقيقيه انه تجمعهم، انت عندك راتب حمايه اجتماعيه بعد ما تطلع بالشارع، هذا 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 ملف كلش خطر، طيب. راح اتكلم لك على ملف بعد اخطر منه، الان ليس عمليات التسول خاصه فقط بالعراقيين، الان تشوف السوري وتشوف الاجنبي وتشوف حتى جنسيات مختلفه. لا افغان وباكستان ايضا حسب النسب بعد كل زيارة أربعينية يتأخرون من 40 إلى 50 ألف أنه ما يغادرون العراق ويوظل وزارة الداخلية عملية مطاردة لحد ما تلمهم وترجعهم إلى بلدانهم. فهذا الملف يحتاج لوقفة حقيقية من وزارة الداخلية. وأنا على الهواء الآن أقول لك أي ملف يجينا أي اسم أي قاعدة بيانات تقول لي هذا متسولين أنا راح أشمله بإعانة الحماية الاجتماعية. لذلك أنا جاي أقول لك ماكو أي قاعدة بيانات المتسولين بالعراق. آخر ملف راح نتحدث عنه بدقيقة ودقيقة ونص حتى الناس تعرف وممكن تفرح تستبشر خير. نعم هذه مو دعاية للوزارة بقدر ما هو توضيح من دكتور. نعم. أحمد دكتور السلة الغذائية. نعم السلة الغذائية اليوم كان عندنا اجتماع مع وزير التجارة، ملف حيوي وملف مهم. لغاية الآن صرفوا السلات الغذائية لثمانية أشهر وبدينا بالشهر التاسع أيضا راح يجهزون عملية السلة الغذائية. يصير عملية بانتظام شهريا يتم شمول بالسلة الغذائية ما يتراوح من خمسة إلى ستة مليون. هاي حصة إضافية مو حصة ما تكمل حماية اجتماعية يأخذها مواطن، لا أنت مشمول بحماية اجتماعية تستلم دبل سلة يستلمون إعادتها. المعدل السقف المبلغ للسلة الغذائية يصل إلى 35 ألف دينار، فهي سلة محسنة. فلذلك أنه الآن المشمول بإعادة حماية اجتماعية المنحط اللابية والسلة الغذائية وإضافة إلى المبالغ الخاصة بالحماية الاجتماعية وإضافة إلى الضمان الصحي. ولذلك أنه الملف تحول من ملف نقدي بحت حماية اجتماعية إلى ملف متعدد الأبعاد. وحتى تعتقد أرقام قياسية حققت وزارة العمل خلال هاي السبعة أشهر خلال هاي الحكومة؟ نعم هذا ما سبقتها بالسابق؟ نعم هاي الأرقام اللي تعلن الآن على الحماية الاجتماعية المراقبين كل المراقبين الدوليين حتى المنظمات الأجنبية تشير أنه في عمر هاي الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية يختلف عن كل الدورات السابقة على اعتبار يمكن الوزير رئيس وزراء كان وزير عمل وإضافة كان هو رئيس هيئة أو أنه برنامج حكومي. البرنامج الحكومي لغاية الآن يسير بانسيابية صحيحة عن بما يخص الحماية الاجتماعية. لغاية الآن
انه حققنا احنا اكثر من 80% بالبرنامج الحكومي قبل نهايه السنه. وان شاء الله هاي الاشهر القادمه مع بدء العام الدراسي ووصول المبالغ الخاصه بالتلاميذ راح تشوف نقله نوعيه بالحمايه الاجتماعيه. رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه الدكتور احمد خلف الموسوي، شكرا جزيلا لوجودك، شكرا جزيلا للمعلومات اللي اعطيتها للمواطن، ونتمنى انه انا وياك قدمنا شيء للمواطن من معلومه انا سالت، وانت يعني ما قصرت ودائما تتحدث بصراحه. نكرر امنياتنا مشاهدينا الكرام بانه قد استفدتم من ما طرح، وممكن اعتقد انه طرحنا كل الاسئله اللي تدور في مخيلتكم بالنسبه للناس المعنيين بموضوع الحمايه الاجتماعيه، بدور الايتام، بالضمان الصحي، بالضمان الاجتماعي وما شابه ذلك. اطلعتم واستمعتم الى الخطط التي المشاريع والخطوات اللي مشت بها ومضت بها وزارة العمل، وإلى الخطط المستقبلية. هذه تحياتي وتحيات المعد حسين سعدون وتحيات كل فريق العمل. نلتقي غدا إن شاء الله. كلمة تصبر على أولها، بالنصر راح تعرف تاليها، وكل اللي قالوا قال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمال. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة. حط الساعة فوق الساعة صفق صفوما نتباعد، يجمعنا الوطن الواحد، يجمعنا الوطن الواحد. بس حط ايدك انت بدي بالنور، ما نحكي رواح ما يولد.